مجريات الأمور في البزنس مثل مجريات الأمور في الحياة الطبيعية ومثل مجريات الأمور في الأفلام فيما يتعلق في علاقة شركة مع عملائها. في الحياة الطبيعية كل إنسان يعتبر هو بطل حياته، بطل يومه، بطل قصته. تصحى الصبح أنت مركز الكون بالنسبة لك، الأمور تحدث من حولك وأنت مركزها، أنت السنتر فيها، أنت لاعب أساسي مش كومبرس في يومك. فأنت بتتعامل مع الحياة، مع الظروف من حولك على هذا النحو، على هذا الأساس. نفس الطريقة بتصير في البزنس، عميلك نفس الفكرة، هو بطل يومه، بهمه، عنده مهمة، خلينا نقول هو في ميشن انه يصحى ويكسب اليوم، يفوز بيومه، يحقق اهدافه، يحل مشاكله، يتطور. هاي تركيز عميلك، تركيز الناس كلها وبما فيهم عملائك. فعميلك وهو ماشي بيومه اي شيء بيصادفه في طريقه بيؤدي انه يساعده يحقق هذا الهدف، فعميلك حينتبه له. اي شيء بيصادف عميلك بيشتته عن هذا الهدف، فعميلك بعقله اللاواعي حينساه، حيتجاهل. فانت كبزنس ليدر المفروض تقدم نفسك لعميلك مش كأنك انت البطل، وانما كأنه عميلك هو البطل. انت بتقدم نفسك على انك الجايد، على انك انت الشخص اللي بيساعد البطل يحقق هدفه. دائما بالافلام مثل ما بتشوف بتلاحظ انه في عندنا بطل، البطل هذا بده يحقق هدف، ولكن البطل لحاله ما بيقدر يحقق هذا الهدف. خلال مجريات الاحداث، خلال اول ماكسيمم ربع ساعه ل 20 دقيقه بيطلع عندنا شخصيه او مجموعه او شيء، هذا بيكون هو الجايد او هو الجهه، الشخص اللي بتساعد البطل يحقق هدفه. الجايد هذا دائما بيكون في عنده خطه، بيجي على العميل او بيجي على البطل ويحطيه خطه. في بدايه التعامل بين الهيرو، بين الجايد، بين البطل وبين الجايد، البطل ما بتفاعل كثير مع الخطه، يعني ما بيمشي حسب ما بده او ما حكى له الجايد، يحاول انه لا او بيقدرش او بتجنب او بردش عليه من اول مره. ثم الجايد شو بيعمل هون؟ بيروح بيحاول انه يفرض الظروف على البطل انه يقبل، بتابعه اكثر، او الظروف نفسها بتضغط على البطل بتخليه يضطر يمشي على الخطه اللي اعطاه اياها الجايد. هيك بتصير بالافلام وهيك بصير بالحياه. فكر فيها، انت بحياتك بتكون بدك هدف، في عندك هدف بدك تحققه، ولكن تعرف هاي طبيعه بشر، طبيعه انسان، همه الانسان بتبرد، مش دائما في البيك بيرفورمنس، مش دائما في اعلى الاداء او قمه الاداء، ف تغفل شوي عن هدفك، بتنساه، بتنشغل عنه، بتتكاسل، اوكي؟ فجأة بتلاقي الظروف حولك اجبرتك انك ما لك مخرج الا تمشي من هون، ما لك مخرج الا تشتغل على هدفك، تلاقي الظروف من حولك اجبرتك، وجهتك غصب عنك، فبتروح تضطر تتبع الخطة وتكفي وتمشي على هدفك عشان تحققه. نفس الموضوع هون في البزنس فيما يتعلق في السيلز والماركتينج. عميلك فعلا محتاج خدمتك، فعلا محتاج المنتج تبعك، فعلا بده مساعده لانه عنده هدف وبده يحققه. انت الجايد، انت بدك تساعد عميلك يحقق هذا الهدف. تتوقعش انه مجرد ما حكيت لعميلك مرحبا انا عندي بلان او عندي البرودكت الفلاني هاك خذه حيساعدك تحقق الهدف، تتوقعش انه عميلك حيقول اه ياس واو اعطيني وياخذه وكيف. لا، مش هيك اللي حيصير، لانه مش هيك اللي بصير بالحياه. عميلك في البدايه حيقاوم، ليش؟ لانه بشر مثله مثلك ومثله مثلنا. في البدايه احنا ما بنتبع الخطة مباشرة، على أغلب الأحيان مضطر نمشي على الخطة بس لما تصير الظروف وسخرتنا أو لما نتنور بشكل أكثر. هدفي من الفيديو هذا أني أنبهك للقضية هاي، بأنك ما تستسلم عن عملائك. يعني لا يعني إذا أول مرة بتقول لفلان والله لحدا يعني أنه هاي المنتج وتعمل له أوفر وتقدم له إياه ويرفضه، لا يعني لا تحبط ولا تفقد الأمل ولا تتخلى عنه هذا الشخص اللي عملت له انت الأوفر، اذا كنت تعتقد انه فعلا تقدر تساعده. هو فقط مثله مثل البطل في في في, في الفيلم، والتقى فيك انت الجايد في الفيلم. لما انت اعطيت الخطه مش مباشره راح يلحقها، راح يمشي فيها، راح يشتري، راح يعني تو انجيج يور براند. بده انت توضح له اكثر، تبين له شو حيصير اذا اشترى، شو حيصير اذا ما اشترى، شو حيصير اذا المشكله هي ما انحلت، شو حيصير لما تنحل. تحفزه وتوعيه وتعطيه مثل ويك اب كول، تصحيه، تقول له انتبه، تنبيه، اذا مشكلتك هي هيك 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 استمرت ما حيمشي الحل. اعطيك مثال عليها لايف، ممكن تشوفني كثير حكيت عن الموضوع هذا بالفيديوهات اللي بتتابعني من فتره او متابع اكثر من فيديو الي، الا ما مرت عليك هي
الشغلة أو الفكرة في أحد الفيديوهات. دائما لما بحكي أنا مع البزنس ليدرز، مع أصحاب الشركات أو مع مدراء الشركات، وبحكي عن أهمية بناء ماركتينج سيستم، وبحكي لهم إنه ماركتينج سيستم هو أفضل طريقة أو الطريقة المثلى لتطوير شركتك، لجعل شركتك مربحة أكثر، لجعل شركتك قابلة للتنبؤ، لجعل شركتك سريعة التطور، بأنه يكون في عندك نظام in place marketing system. هذا النظام من شأنه أنه يجيب لك زباين، يجيب لك customers، باستعمال تكنولوجي حديثة، باستعمال psychology كمان، مش بس designs يعني أشياء branding ومظاهر، وإنما فقط وإنما أيضا جوهر في الفكرة. فتجدني دائما بطرح هاي الفكرة وبحكي له في معظم الفيديوهات أنه إذا أنت ما تسارعت لتطوير نظام تسويقي بهذه الصورة، إذا ما توجهت وبنيت نظام من هالشكل، على الأغلب أنت ستجد نفسك صرت وكأنك موظف في شركتك، أو إذا كنت مدير الشركة ستجد نفسك وكأنك تشتغل شغل تنفيذي، مش شغل CEO، مش شغل سينير. تلاقي حالك أنت مش قادر حتى تغيب يوم عن شغلك، مش قادر تأخذ إجازة يوم، إذا غيبت يوم بتوقع الدنيا على بعضها، بتأثر أشياء كثير. ليش؟ لأنه ما فيش أنظمة تمشي وراك تدعمك. بنفس الوقت حتلاقي الكوست عليك بزيد مع الأيام، بنفس الوقت حتجد المبيعات عندك بتنزل، حتشوف عملاء منافسينك أو عملائك بروحوا على منافسينك إذا ما بنيت هذا النظام. أوكي، وبنفس الوقت شوف، أنا جبناها على فكرة الهيرو والجايد إحنا، وبنفس الوقت أنا ما بستسلم أو ما بتخلى عن فعلا شخص أنا بعتقد أني بقدر أساعده، بحاول أوصل له الصورة دائما، بيكون في استمراري، بنشر الفيديوهات هاي كل يوم، بتشوف في فيديو وكلها انا بدندن حول هذا الموضوع، وحتى ما اتخلى عن عملائي او ما اتخلى حتى عن الناس اللي انا بعتقد اني بقدر اساعدهم. اوكي، فنفس الفكره هون، بدي اياك تفكر بالطريقه هاي حول كوميونيكيشنز اللي بتعملها بينك وبين عملائك او العملاء المحتملين. هو الهيرو، هو بطل يومه. قدم نفسك على انك انت الجايد مش الهيرو، لا تقدم نفسك على انك انت المستر ايفريثينج، انا يعني تحط حالك بالتوب ليفل، لانه اذا قدمت حالك على انك انت الهيرو، البطل العميل تبعك حيطلع يقول طب اوكي هو هيرو، انا بدي اروح اصير هيرو، يعني حينظر لك كند. وانما انت قدم نفسك على انك انت الجسر اللي بتساعده يطلع من مشكلته للحل، انت الجايد، انت اللي بتعطيه خطه، واصبر معه وتابعه، وإذا فعلا بتعتقد أن منتجك هو الحل لا تستسلم، كفي معه. أتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجابك، إذا نال إعجابك اعمل منشر لشخص حاب تفيده، وإذا بدك مساعدة في إنشاء نظام تسويقي يجعل البزنس تبعك أكثر ربحا وأكثر قابلية للتنبؤ وأسرع تطورا، إذا روح على الرابط اللي موجود في هذا الوصف في فيديو برزنتيشن، سجل بياناتك للفيديو برزنتيشن وشوف البرزنتيشن كامل، أنا بشرح لك كل التفاصيل اللي أنت محتاج تعرفها كبزنس ليدر، كقائد لشركتك حول التسويق الإلكتروني. شكرا للمتابعة وأتمنى لك التوفيق. السلام عليكم.